بسخن جسمي عشان عضلاتي ما تتعبش وبقول دعاء الله خير حافظا. الراقصة دينا بتكشف مفاجأة عن طقوسها قبل الرقص، مش هتصدق اللي بتعمله. تصريحات مثيرة من الراقصة دينا كشفت فيها مفاجأة عن طقوسها قبل الرقص، وقالت بسخن جسمي عشان عضلاتي ما تتعبش وبقول دعاء الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، من أمامي ومن خلفي ومن يميني ويساري وفوقي وتحت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكل الناس بتشوفني بعد كده بطلع على المسرح. دينا كمان اتكلمت عن تربية نجلها وقالت ان كل بيوت مصر مربينهم واحدة ست، مهما كان في راجل في البيت فهو في شغله طول اليوم وبيرجع اخر الليل ما بيربيش، وكل مصر مربينها ست. اما في حالات الانفصال واللي خلاه مش موجود ما ياخد ولاده خميس وجمعة يربيهم، هو مش عايز يبقى موجود، لو عايز اهلا وسهلا ياخد الولاد يربيهم، يشوف اللي حاصل طول الاسبوع يقومهم في اليومين. عدم وجود الاب صعب جدا وصعبة على الأم، ودايما بنصح صديقاتي ما تتطلقيش إلا لما أولادك يوصلوا سن 12 سنة، مش هتقدري عليهم. وكشفت كمان دينا عن مفاجآت مثيرة في حياتها وقالت أنا أم صارمة جدا، ابني مش مرفه وما حطتوش في سكة إنه يبقى مرفه، خليته يعتمد على نفسه لأن أنا بعتمد على نفسي لحد النهاردة، أنا ما عملتوش أنا عملت لنفسي هو يعمل لنفسه. واتكلمت دينا عن الشبه بينها وبين ابنها وقالت ابني بقى شبهي غصب عنه لأنه عايش طول الوقت معايا، حب المطبخ عشان أنا بحب المطبخ، ولما قرر دراسة الطبخ كنت عايزاه يدرس إدارة أعمال وبعدها ياخد كورسات طبخ، ورد عليا وقال لي هو حضرتك لما قلتي لأهلك عايزة أرقص وافقوا؟ قلت له لا. قال لي انت نجحتي في ايه؟ قلت له الرقص. قال لي ممكن تسيبيني ادرس طبخ؟ سكت وقلت له اتفضل. كمان اتكلمت دينا عن سيره ذاتيه تتمنى تقدمها وقالت انا بحب ساميه جمال جدا، هي كانت دائمه الحركه على المسرح في استعراضاتها لكنها ما كانش عندها حياه خاصه او وجع نقدر نتكلم عنه في عمل، ولو في سيره ذاتيه اتمنى تقدمها فهتكون حياه شفيقه القبطيه، وهي اول راقصه رقصت بالشمعدان فليها ستايل لوحدها وحياتها مليئه بالتفاصيل. بحب نعيم عاكف، كانت ممثله شاطره ومتنوعه لكنها توفت في سن صغير. دينا كمان كشفت مفاجاه عن حياتها وقالت سجلت قصه حياتها وتم طباعتها في كتاب فرنسي. أنا قصة حياتي مكتوبة في كتاب فرنسي اسمه حريتي في الرأس، تم تكريمي في العديد من دول العالم بسبب رأسي وده لم يحدث معي في مصر، نفسي قبل ما أموت أخد جايزة عن الرأس في مصر، وإنك بتعبري بجسمك هو أصعب الفنون. كمان اتكلمت عن سبب رشاقتها اللي بتتميز بيها طول الوقت وقالة الرياضة والحركة ومن ضمنها الرأس، وهي حركة عنيفة بالتأكيد ليها دور في تظبيط قوام الجسم، وأنا دائما محبة للرياضة والحركة، الرأس عايش في دمي من وقت ما كان عندي 9 سنين ولا أتخيل نفسي أعمل في مهنة أخرى.